في خارج ألمانيا نعرف خاصة المقاومين من الدول التي تعدى عليها النازيون لكن هل من يعلم أنه في ألمانيا وقف شباب ضد نظام هتلر القاتل؟ هنا في فورتشنبرغ ترعرع هانس وأخته صوفي شال أسسوا في حزيران يونيو عام 1942 مجموعة المقاومة الوردة البيضاء كانوا يريدون أن يوقظوا ضمير الألمان كانوا يريدون شجب جرائم النظام النازي وأن يفعلوا كل ما بوسعهم لتسريع سقوط الاشتراكية الوطنية تم سجن هانس وصوفي وصديقهما كريستوف وأعدامهم في شباط فبراير عام 1943 وقد أظهروا حتى عند موتهم تصميمهم على القتال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية ولدت صوفي شول في فورتنبيرغ هنا ترعرعت خلال عشر سنوات وقامت بخطواتها الاولى واقامت صداقات وتعلمت كيف تتكلم وكيف تقدر الطبيعه ربت الأم ماجدالينا شول أولادها على القيم المسيحية كانت معلمة للدين المسيحي وبهذه الطريقة سمع هانس وسوفي عن يسوع مع الأولاد الآخرين وكانوا يذهبون إلى مدرسة الأحد تعمدت سوفي هنا في الكنيسة اللوثرية المكرسة لميخائيل رئيس الملائكة في العاشر من تموز يوليو سنة 1921 عاشت صوفيا مع اخوتها واخواتها طفوله جميله جدا في طبيعه جميله قرب الماء كانت الماء مهمه جدا بالنسبه اليها واحدى اخر كلماتها كانت ستحدث مقاومتنا امواجا وبهذا نعود الى هذا الماء الى هذه الامواج الى هذا العنصر المهم جدا بالنسبه اليها كان والدها رئيس بلدية القرية كان رجل واجب قاسيا بعد الشيء أما الأم فكانت تمثل الحنان وإذا تأملنا هونس وسوفي شول نجد عندهم باستمرار هذين العنصرين الحنان أي القلب والعقل الذي يلعب أيضا دورا في حياتهم ان مركز حياتهم هو الحوار حول المائده العائليه وقد امتد ذلك الى العمل في مجموعه المقاومه هنا ايضا لعب الحوار دورا كبيرا حتى النهايه نلاحظ ان الحوار كان اسلوب حياه بالنسبه اليهم سهر الوالدان دائما على أن ينطبع أولادهم بالفن الأدبي وأن يكتشفوا الموسيقى منذ البداية أخذوا دروس بيانو كما أن سوفي أخذت أيضا دروسا في الرسم وكانت موهوبة جدا إن إبراز مواهب كل منهم كان مهما جدا في العائلة حين خرج أدولف هتلر من السجن عام 1924 لم يكن أحد يدرك مدى الأسى الذي سيغرق فيه الملايين من الناس ففي عام 1921 أسس الحزب الوطني الاشتراكي الألماني الـ NSDAP وفي عام 1923 حاول أن يقوم بانقلاب على الدولة ولكنه فشل فسجن وهنا في سجن لاتسنبورغ أمليخ بلور هتلر إيديولوجيته وكتب كتابه ماين كامف أو معركته كان لهذه الايديولوجيه تاثيرا على حياه عدد كبير من الناس وخاصه على عائله شول كان لدى عائلة الشول صورة لهتلر وكان الأب يخبئها في درج وعندما يعود هانس وأخته إنج إلى البيت كانا يبحثان عنها ويعلقانها في مكانها الأساسي أصبحت تلك لعبة يومية في العائلة بالرغم من أهمية هذا الشيء عندما عاشوا في إولم في شارع أدولف هتلر يحمل هذا الشارع اليوم اسم أولغا كان الأولاد يتحمسون للعروض النازية بالطبع كانت الشبيبة الهتلرية تسحر الأخوة شول فقد كانوا يحبون العيش في الطبيعة وهذا بالضبط ما كانت الاشتراكية الوطنية تقدم لهم وقد نموا فيها لفترة معينة يشهد الواقع في البداية أن الأخوين شال شاركوا في نشاطات الحزب الوطني الاشتراكي الألماني بكل حماس اظن انه مع ذلك لم يكن هناك اي طابع ديني كانت الشبيبه تشارك في عروض وتتحرر من الرابط الوالدي وهكذا انجرفوا مع الطيار كما انهم تولوا مناصب في سده المسؤوليه وادوارا قياديه كانت الام لا تهتم بالسياسه وتركت اولادها على حريتهم في الواقع لم يكن بوسعها ان تفعل اي شيء اما الاب فلم يقطع ابدا الحوار مع اولاده كان الحوار امرا اساسيا كان الاولاد مدعوين ان يعبروا عن ارائهم ويقولوا بماذا يفكرون حتى لو كانت ارائهم تختلف عن اراء والديهم بدأت الشكوك الأولى تراود هانس شول في العام 1935 عند تجمع الحزب النازي في نورنبرغ فقد أدرك مدى تأثير تجمع كبير كهذا على الشباب لكن فكره تطور، فقد شجعه والداه على هذا التغيير، وبخاصة بفضل وجهة نظرهم حول النظام الاشتراكي الوطني الجديد الذي لم يوافقوا يوماً عليه. وهنا أظن أن تربيتهم كانت أرضاً خصبة للتفتح الفكري لكل واحد منهم وسمحت ببروز فكرهم الشخصي. لا أشعر بأي رغبة بالبطولة في الحرب أسعى إلى التطهير أريد أن تتبدد الظلمات في داخلي أنا أبحث عن نفسي لا شيء غير نفسي لأني أعرف جيدا أنني لن أجد الحقيقة إلا في نفسي وبعد الحروب الخاطفة والانتصارات السريعة أصبح عدد المناصرين للنظام في ألمانيا كبيرا جدا حتى العام 1942 لكن بعد ذلك ادرك الجميع فجاه ان هذه الحرب المهوله لن تنتهي باكرا وان العديد من الشباب سيموتون اما اباده الشعب اليهودي فقد علمت بها على الاقل مجموعه الورده البيضاء أظن أنها عملية تدريب قادتهم قبل كل شيء إلى معارضة واضحة وجذرية. وقد دفعت هذه المعارضة هانس شال وألكسندر شموريل إلى التحرك عملياً خلال أشهر الصيف، حزيران يونيو وتموز يوليو عام 1942. ونجد هنا هذه العباره الجديره بالذكر غراف كل واحد يتحمل كامل المسؤوليه كان وليغراف قد اتبع طريقا اخر فهو منذ البدايه ينتقد النظام مع ان والده كان مناصرا للحزب النازي اليوم يزور شباب من جميع انحاء العالم النصب التذكاريه للمقاومه الالمانيه يريدون التعرف على هؤلاء الاشخاص الشجعان. التقينا بعضو سابق لمجموعه الورده البيضاء في فرع اولم وهو فرانس جوزيف ميلر الذي كان في حينها المسؤول عن تامين الطوابع والمغلفات. كنت اعرف بعض الكهنه الذين كانوا يختلفون تماما عن النازيين مدربي الشباب الهتليري. كانوا يملكون مكتبه جيده وبعد قراءه كل كتب المكتبه خلال خمس او ست سنوات وقراءه لكتب اخرى توصلت لفهم ان النازيه توازي الشر وانهم اذا وصلوا الى الحكم سنضيع جميعا في زوبعتهم نحن الالمان الذين كنا اكثريه في المانيا سنضيع جميعا في زوبعتهم فهمت فيما بعد انه يجب ان ندافع عن انفسنا واننا لا نتمنى ان نموت لاننا كنا نريد العيش في المانيا واوروبا حره وبهذه الطريقه قررنا ان ننسخ مناشير الورده البيضاء وراء الاورك في كنيسه كاثوليكيه هنا لن نجد ابدا نازيين نحن في سن الثامنه عشر كنا نرى ابعد من ادولف هتلر كنا قد فهمنا كيف ستجري الامور قلنا لانفسنا انه اذا لم يختف النازيون والشيوعيون لن نحصل ابدا على الحريه هذا مؤكد وهذا ما حصلنا عليه ساهمنا بطريقة متواضعة بمنشوراتنا لم يكن بمقدورنا فعل شيء أكثر من ذلك أرسلنا المناشير مباشرة لهتلر على عناوينه المختلفة بخمس نسخ إلى بيرغهوف، برشتزغادن، برلين إلى آخره لكي نتأكد من وصولهم له أظن أن هذا الأمر قد أزعجه أن يدرك أن شبابا ألمان يتجولون بهذه الحرية في ألمانيا وخاصة أننا كنا شبابا ألمان كتب هانس لاحقا في رسالة كي لا تنتشر هذه الروح يجب أن لا نربح هذه الحرب. ثم انضم إلى المجموعة أشخاص وأصدقاء آخرون ولعبوا دوراً مهماً جداً. مثلاً كان لأوتا آيتشر تأثيراً كبيراً على الأخوة شال. إلا أن هانز كان شخصية مختلفة وكون رأيه الخاص. والفضل بهذا الانقلاب الذي عاشه هانز يعود أيضاً لأستاذه كارل موت في ميونخ الذي ساهم في نموه الروحي. اعترف هونس بالنسبه إلي ولد المسيح فيا أن السيره هذا الطريق نحو المسيح بالوعي الذي سار به هونس أظن أننا سنكتشف هنا سيرة حياه رائعة ستعلمنا الكثير بعد عزيزي الأستاذ إنه لا أسهل علي أن أكتب كلمات الشكر هذا على أن أقولها. يملأني فرحا أن أستطيع لأول مرة في حياتي أن أحتفل فعليا بعيد الميلاد كمسيحي مقتنع تماما. فقد حاربت خلال وقت عقيم على هذه الطرقات غير المثمرة التي تقود دوما إلى شعور الأسى والفراغ الداخلي. ثم ذات يوم ومن مكان ما ظهر الحل. سمعت اسم الرب واستقبلته في هذه الفتره التقيت بك يا استاذ وراحت الامور تتضح يوما بعد يوم اصلي فاجد نفسي على ارض أصلبة وارى بوضوح اكبر في هذه السنه ولد المسيح فيا تلميذك هونس شول كنت اشارك في جوقه الاولاد التي تخدم احتفالات الساعه التاسعه او العاشره صباحا كانت الكنائس ملاه في عهد النازيه كانت الكنائس ملاه لا ندرك ذلك بما فيه الكفايه ان الناس كانوا واقفين كان يجب ان يبحثوا عن املهم في مكان ما كنت اتقدم من المناوله كل احد لانه كان واضحا انه الامر الوحيد الثابت وكل ما تبقى كان يتغير كانت الكنيسه بالنسبه الي سندا قويا جدا وستره نجاه يمكنني ان اتعلق بها عندما كان هانس طبيبا متدرجا على الجبهة الروسية اهتم بشكل خاص بالشعب الروسي. كان صديقه المقاوم ألكساندر شموريل، الذي أحد والديه روسي، يساعده على فهم جمال الروح الروسية. والآن كان على هانس أن يحارب هذه الروح الكبيرة. كان يصعب عليه أن يفهم هذا وأن يتقبله. كان يقول: في بلادنا بالكاد نعرف الشاعرين شيلر وغوتي، وهنا كل فلاح يعرف دوستويفسكي، قد فهم شيئا جوهريا، هذا مدهش. يا إله المحبة، ساعدني أن أنتصر على شكوكي. نعم أنا أرى الخليقة التي هي عمل يديك وهي أمر حسن ولكن أرى أيضا عمل البشر عملنا القاسي ما يسمى دمار ويأس وهو دائما يحزن البريء نجي أولادك كم من الوقت يجب أن يتعذبوا بعد؟ لماذا يلحق بهم العذاب بهذه الطريقة الظالمة؟ متى ستاخذ العاصفه هؤلاء الاشرار الذين يشوهون صورتك بالنسبه الى الجنود الالمان كان ممنوعا عليهم الاختلاط بالشعب الروسي لكنهم بالطبع خالفوا هذه الاوامر كانت لديهم معارف شربوا المسكر مع الفلاحين وكانت لهون صديقه روسيه وتعلم اللغه الروسيه حتى انه ذهب الى الكنائس الارثوذكسيه وكان يقول النساء يردعن اطفالهن في الكنائس كان هناك جو صلاه كبير فشعر بجو الصلاه هناك اكثر منه عندنا الله القريب اله الرحمه كشف ذاته لاولاده بواسطه امهاتهم واصبح هو ركزتهم كما حارب يعقوب الملاك يمكن أن نقول أن صوفي غالبا ما حاربت الله عندما كانت تشعر بالسوء خلال الخدمة الإجبارية للعمل في كراوشن فيسهايم كانت تعود فتلتجأ إلى الله كانت لأول مرة تترك المنزل الوالدي كانت تتردد بالقيام بهذا العمل لم تكن مرتاحه ابدا وبينما كانت زميلاتها مناصرات للنازيه ومقتنعات به كانت صوفي تقرا سرا للقديس اغسطينوس كانت تحارب الله ولكنه كان ملجاها بنفس الوقت انا ضعيفه جدا لا يمكنني ان اتخلى عن ارادتي الشخصيه والتي اعلم جيدا انها انانيه كي استسلم لمشيئته اصلي كل مساء ان يتمم الرب ارادته في ويحررني من ارادتي التي تكبلني كلما اعتزمت ان اتخلى عن سيطرتي الجامحه فانا اعترفت منذ زمن بعيد ان ارادته صالحه واني اريد ان اخضع لها اتوسل اليك ان تمنحني قلبا شفوقا فكيف لي ان احب بطريقه اخرى انا اضع بين يديك عدم قدرتي على الحب لكي تعطيني القوه ان احب فعلا كانت صوفي قد ارتبطت بصداقة مع فريتز هارتناجل وهو ضابط في الجيش الألماني وأكبر منها سنا بكثير ومن خلال هذه الصداقة الحميمة والرسائل العديدة التي تلت ذلك تناقش فريتس وسوفي كثيرا كانت سوفي تسأل هل تفعل ذلك أو ذاك من أجل وطنك وإلى أي مدى يمكن أن يناضل الإنسان باسم وطنه كانت سوفي عنيدة جدا وكانت تقول لسنا مجبرين على دعم أب يختار طريق الشر وهذا ما يعكس رفضها الجذري للنظام كانت تتصرف وفق ما يمليه عليها ضميرها وبحسب المنطق فهي تبدي رأيها رغم علمها بالخطر الذي تواجهه علما ان هذا الامر قد يؤدي الى الاعدام بالطبع كلهم يريدون البقاء على قيد الحياه فهم كانوا شبانا يحبون الحياه ما يثير الاهتمام هو ان نرى كيف هؤلاء الشبان استطاعوا توفير المواد اللازمه لاعداد المناشير ولم يكن من السهل ابدا ايجاد كل هذه المواد في المانيا النازية عام 1939 بعد بدء الحرب مثل الورق والحبر بصرف النظر عن المعدات، الآلة الكاتبة والأخطر منها الآلة الناسخة رونيو. هذه الآلات كانت بالطبع إما ممنوعة منعا باتا أو كانت تحت المراقبة الصارمة للبوليس السري. نحن نعلم من اين اتت هذه الاله الكاتبه ونعلم ايضا انها لم تكن مدرجه على لوائح المعدات من قبل الجستابو فكانت إذا هذه الاله بالنسبه الى تلك الحقبه اله نظيفه كما نقول في ايامنا هذه اي ان الجستابو لم تكن تعلم بوجودها واستطاع الشباب اثر ذلك الا يتركوا اي اثر وراءهم كانت الجستابو بالطبع على علم انه قد تم شراء كميه كبيره من الورق الا انها لم يكن بوسعها التعرف الى المصدر وكان عليهم ايضا شراء مغلفات بكميه كبيره وهذا الامر كان خطيرا ومشبوها به فبالنسبه الي ان تامين هذه المواد يشهد على الالتزام والكفاءه المهنيه والشجاعه القصوى التي تحلى بها طلاب الورده البيضاء في ألمانيا في ظل ظروف تلك الحقبة وزع هانز وسوفي العدد السادس من منشور الوردة البيضاء في الثامن عشر من شباط فبراير عام 1943 في جامعة ميونخ شاهد بواب المبنى صوفي وهي ترمي عددا من المناشير عند مدخل الجامعة فألقي القبض على هانز وصوفي وسجنا حاول هانز أن يبتلع ورقة كانت في جيبه كان قد كتبها كريستوف برابست بخط يده فمنعته الجستابو بعنف وألقت القبض أيضا على كريستوف وحكم على هانز وصوفي وكريستوف بالأعدام في الثاني والعشرين من شباط فبراير بتهمة الخيانة العظمى والتواطؤ مع العدو زار القصيص اللوثري التابع للسجن هانس في غرفة انتظار الموت وصليا معا المزمور التسعين أيها السيد كنت لنا ملجأ جيلا فجيلا من قبل أن ولدت الجبال وكونت الأرض والدنيا من الأزل وإلى الأبد أنت الله ثم صليا نشيد المحبة للرسول بولس فالآن تبقى هذه الأمور الثلاثة الإيمان والرجاء والمحبة لكن أعظمها المحبة ثم انضم القسيس إلى صوفي واحتفلا بالعشاء الرباني. طلبت صوفي من القسيس أن يسلم للمرة الأخيرة على أخيها. أما بالنسبة إلى كريستوف فطلب أن يتعمد. وتم تنفيذ الحكم في اليوم نفسه. نرى هنا أمرا مهما. عندما يقوم الانسان ببعض الاعمال بكامل وعيه ويعرف لماذا يقوم بها يشبه ذلك بعض الشيء والمقارنه جريئه فعلا الاشخاص الذين كانوا يحرقون في العصور الوسطى بسبب ايمانهم فهؤلاء الاشخاص يعكسون نوعا من السمو والنور والدفء الداخلي بالطبع كان الالم حاضرا الا ان هذا الالم كان محررا أظهر والدا سوفي حضورا متميزا عندما انضما إليها في السجن فهم مجتمعون معا وها هي الوالدة تقول أنا فخورة بكم بالرغم من كل ما أعرفه فإنني دائما أتأثر عندما يظهر الوالدون مثل هذه القوة فكل قوة عائلة شول تظهر في هذه الكلمة التي لا تحمل في طياتها أي عتاب نحن فخورون بكم فقد قمتم بالصواب. أو أيضا عندما يقول الأب في قاعة المحكمة: إذا لم يدافع أحد عن أولادي، سوف أدافع أنا عنهم، فهناك عدالة أخرى موجودة. وتضيف صوفي مخاطبة القاضي رولان فريتزلر: اليوم هو دورنا، وسيأتي دوركم. نحن نقول الحقيقة، أما أنتم فلا. وكان ظاهرا على وجهها علامات تحرر عظيم ثم تناولوا العشاء الرباني مع كارنموت الذي روى هذه اللحظات بطريقه مؤثره جدا قال عندما نرحل من دون اي شعور بالحقد تجاه اي كان نكون حتى لو بلغنا في التعبير الديني كمن ارتفع الى السماء قبل يومين من اعتقالها كتبت سوفي إلى صديقتها ليزا رامبيس لقد استمعت منذ قليل على الحاكي إلى المعزوفة الخماسية لاتويت والاستماع إليها يجعلني أرغب أن أكون مثل سمكة إنني أنتظر بفارغ الصبر عودة فصل الربيع من خلال هذه المقطوعة لشوبرت نشعر بالنسيم ونتنفس العطور ونسمع زقزقة الطيور والخليقة تصرخ فرحاً أما تكرار المعزوفة على البيانو فينساب مثل المياه العذبة النقية والبراكة يا له من سحر أخبريني عنك مع كامل إخلاصي صوفي ما إن وصلت إلى ميونخ حتى سمعت عن هانز وصوفي شال لقد تم إنشاء نصب تذكاري أمام الجامعة عربون تقدير وامتنان وكل يوم نجد أمامه وردة بيضاء جديدة وعشت أيضا في نفس الشارع الذي عاش فيه هانز وسوفي أعتقد أن لأعضاء حركة الوردة البيضاء أهمية خاصة اليوم فمن المهم جدا أن ندرك أنه ليس بالضرورة أن نكون مثل الآخرين يجب ان تكون لنا اراؤنا الخاصه فنحن بحاجه الى طرح علامه استفهام على ذواتنا والعمل على البحث الشخصي ان نتعمق فيما نقراه من هنا وهناك فجميع المعلومات التي تسود عالمنا اليوم لا تقودنا الى البحث الشخصي لقد تصرف هانس وسوفي بفطنة عظيمة، متكلين على ضميرهما وإيمانهما، وهذا الأمر مهم جداً. أمر آخر اكتشفته من خلال رسالة أرسلتها سوفي إلى صديقها فريتز هارتناجيل، الا وهو الطلب الذي طلبته منه ارجوك احمني من خلال الصلاه انه لامر مهم عندما نطلب من الاخر ارجوك صلي لاجلي فالصلاه هي مساعده وايضا تحدي لانني عندما التج الى الصلاه فانني لا اعرف ماذا ينتظرني ولا حتى ماذا ساسمع وهذا يخيفني نوعا ما لأنه هنا بالضبط أتخلى عن ضماناتي وعن مفاهيمي الخاصة إلى آخره لكن بالمقابل يستحق الأمر ذلك وإلا لبقيت رهينة تصوراتي ومخاوفي من خلال الصلاه قد يحدث لي ان اسمع امورا تدهشني وتحررني من هذه الافكار التي تكبلني ادرك انني اتكلم مع شخص يعرفني جيدا ويحبني وعندها اتغلب على مخاوفي بثقه وانفتاح ألقي القبض على ألكسندر شمورل في الرابع والعشرين من شباط فبراير عام 1943 أما البروفيسور كارت هوبر فألقي القبض عليه في السابع والعشرين وحكم عليهما مع ويلي جراف بالإعدام معا سجن والدي وإخوة هانز وسوفي طيلة أشهر أما الأخ الأصغر فرنر فقد توفي على الجبهة الروسية عام 1944 يمكننا اليوم أن نصلي من أجل مستقبل ألمانيا وأن نتلو صلاة هانز شال قبيل إعدامه. المحبة لا تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق. هي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء. فالآن تبقى هذه الأمور الثلاثة: الإيمان والرجاء والمحبة. ولكن أعظمها المحبة.